مغامرات فيروس كورونا. قصة للمؤلفة فريدة نباقالا والمصور نيكولاي لوكيرتسن. كان يا مكان هناك فيروس قام برحلة إلى كوكب ترابي. أهلا، اسمي فيروس كورونا، هل سمعتم بي من قبل؟ أنا أدافع عن نفسي وأستغل الآخرين لتأكيد نفسي وأستغل ضعف الآخرين لصالحي. كنت أعيش في الفضاء مع أسرتي. لم تكف أمي لسنوات طويلة عن القول بأنني وحيد للغاية، لذا فكرت في أحد الأيام سأغادر المنزل لمصادقة بعض الأشخاص. أولا، يزور فيروس كورونا الشمس فيجد حرارتها عالية جدا، أما القمر لا، إنه مهجور تماما. حين كنت على القمر اكتشفت الكوكب الأزرق وبدأ لي أنه قد تكون هناك حياة عليه، وفكرت إنها مغامرة جميلة. كوكب الأرض، سأتي إليك. Så kom jeg til jorda og smitta alle de. Da måtte de på sykehus og legen prøvde seg. Ja, du skal dø, du skal leve og dere skal bli friske. Har en sprøyte, har en vaksine, hvem kan bli frisk av det? Hele verden stengte ned, da skjønte de ingenting. Det ikke lett å få det til når du blir smittet, nei. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ahaado qofka aan ahay. Waxba ma jabiyeen barafka sida duusada. Weli waxaan ku jiraa dalxiiskayga. Ma fahmin macnaha ay leeyihiin bixitaan iyo helistaanka jacaylka. Saaxiibtinimada iyo daryeelka dadka kale. Uma hayo jacayl. Badan caruurta dadka waaweyn, ayeeyooyinka, dadka naafada ah ee jira ama cidda kale. Laakiin waxaan halkan u imid in la xiriiro dad badan intii suurtagal ah. يغني فيروس كورونا مبروك لي مبروك لي. أسافر بسهولة ولا أخشى الشتاء أو الصيف أو الأشخاص ذوي البشرة السمراء أو البيضاء أو الصفراء أو الأرجوانية. أقابل بيتر وأسرته الذين يعيشون في حي فروغنر بأوسلو في أثناء إجازتهم. بيتر نشيط للغاية، يحرك ذراعاه وساقاه بلا توقف ويتكلم أيضا دون استراحة للتنفس. يجري على الشاطئ وهو على تواصل جسدي مع الكثير من الأشخاص. هذا رائع. عدت الآن إلى النرويج مع عائلة بيتر، وليس بعد وقت طويل من رحلتهم مرضت جدة بيتر. نرى أنها تسعل ولديها حمى ومرهقة، لقد أصيبت بالعدوى. بيتر يقول لجدته: لماذا تحتضرين يا جدتي؟ الجدة تقول: لا لا تخاف. تعزل الأسرة بأكملها نفسها، يبقون في المنزل دون حضور ضيوف. تجاهد الأم لإبقاء بيتر داخل المنزل. إذن ما الذي يمكنها فعله لإبقائه منشغلا وسعيدا؟ لا يعرفني الكثير من الناس، وآخرون لم يؤمنوا بوجودي. هذا هراء. فيروس كورونا يقول: أشعر أنني سأجد المزيد من الناس في أوسلو. إذن يا حي تويان بأوسلو، سأتي إليك. قابلت حليمة في أوسلو، لديها أسرة كبيرة ومنزلهم دائما مفتوح ومرحب بالناس. تؤمن الأسرة بالخرافات وسيتعرفون إلي في وقت متأخر. لا تتحدث الأم اللغة النرويجية بطلاقة ولا تشاهد نشرة الأخبار على التلفاز حول الجائحة، لذلك لا تواجه حليمة مشكلة وتخرج للعب بصحبة أصدقائها. فيروس كورونا يقول: ألا تصدقينني؟ تمرض الأم، تصاب بحمى وتفقد مؤخرا حاستي الشم والتذوق. حليمة خائفة.
بعد فترة قصيرة أصيب كثيرون بالمرض، وأغلقت المدارس أبوابها وفرض على الجميع البقاء في المنزل. والآن تجيد الأم أخيرا إخبار الآخرين عن مخاطر فيروس كورونا. الأم غير قادرة على التواصل مع خدمات الرعاية، لذا فإنني لم أعد أحصل على المساعدة التي أحتاج إليها. إننا دائما بالمنزل وليس لدينا أي زوار. إنني غاضبة للغاية ومتوترة لدرجة أن معدتي تؤلمني حقا. عباس يحلم. فيروس كورونا يقول: أصبحت معروفا في جميع أنحاء العالم. عباس يجيبه: انتظر لحظة، هل اسمك فيروس كورونا؟ فيروس كورونا: نعم، إنني أشهر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. عباس: لا ينبغي للاستماع إليك، هذا يكفي. لقد قابلت الكثير من غريبي الأطوار، ولكنك مميز حقا. يصحو عباس من حلمه ويقول: لقد تحدثت للتو إلى نجم مشهور، ها ها ها. تعرفوا إلى عباس وأسرته العنيدة، يظنون أنهم منيعون ويعتقدون أنه لا يمكن أن يحدث لهم أي شيء سيء. عباس يقول: تتناول أسرتي البصل للحفاظ على صحتهم، يظنون أن فيروس كورونا مرضا أوروبيا وأن مهمة الجميع هي القلق حياله. يزورني الأصدقاء والعائلة يوميا ونتبادل القبلات والأحضان، 10,000 قبلة على كل خد. تمرض الأم، ضيق في التنفس وإجهاد وخمول. الأسرة بأكملها قلقة لأبعد حد. يعاني أبي ذكريات مؤلمة عن كونه لاجئا وفقدان أفراد عائلته أثناء الحرب. أيضا من المجهد للغاية التعامل مع اختبار مرض كوفيد-19 وتتبع العدوى والحجر الصحي وكل هذه العزلة لجميع أفراد الأسرة. الأم تقول: كنت متأكدة من أنني لن أصبح مريضة، ولكن ها أنا الآن، لطالما فعلت أفضل ما أستطيع من أجلكم. عباس يجيب: أنت رائعة يا أمي. فيروس كورونا يقول: حسناً أيها الناس، هيا صفقوا للبطل الحقيقي. إنني أعيش أوقاتاً عصيبة ولا يمكنني البقاء هنا بعد الآن. أتذكر حين قالت أمي: يجب أن تحظى ببعض الأصدقاء. ربما كان هذا ما تدور حوله قصتي حقاً. أبلوم يحذر: احذروا، إنه يوشك على فعل شيء. فيروس كورونا يتساءل: ما مصيري؟ أبلوم: عليك أن تكتشف هذا بنفسك. الحياة مثل قطعة شوكولا بداخلها هدية، ولن تعرف أبدا ما ستحصل عليه. فيروس كورونا يتابع حديثه: أنتم أيها الناس عنيدون ومقرفون ولا تستسلمون أبدا، ولكن كان شرفا لي التعرف إليكم. فيروس كورونا يطلق ريحا. أبلوم يقول للأطفال: الآن سنلعب لعبة تسمى وسم فيروس كورونا. أبلوم يسأل: ماذا يمكنكم فعله لتشعروا بالأمان؟ الأطفال يجيبون: فعل أشياء لطيفة، كمشاهدة فيلم وطهو طعام لذيذ والاستماع إلى الموسيقى وممارسة الألعاب، عدم تناول الكثير من السكر والاستيقاظ في الموعد نفسه يوميا. أبلوم يسأل: وكيف يمكنكم المحافظة على التواصل؟ الأطفال يجيبون: يمكننا أن نحظى بأنشطة آمنة والتواصل مع العائلة والأصدقاء والجيران، وتسهل وسائل التواصل الاجتماعي الأمر علينا. أبلوم: كيف يمكننا الحفاظ على نشاط أدمغتنا وأجسامنا وصحتها؟ الأطفال يجيبون: يمكننا الحرص على ممارسة نشاط بدني يومياً،
الخروج في ضوء الشمس مهم، سواء بمفردك أو بصحبة بضعة أصدقاء عاديين. يجعلنا المشي واللعب بالخارج سعداء. أبلوم يذكر: تذكروا غسيل أيديكم وارتداء الأقنعة والحصول على اللقاح وتغطية أفواهكم عند السعال والعطس وممارسة التباعد الاجتماعي. اللقاح مجاني لنا هنا في النرويج. تذكر، تدار جميع استخدامات لقاح فيروس كورونا المعتمد في النرويج بواسطة البلدية المحلية والمستشفيات. في النرويج بدأت عملية التطعيم ضدي أثناء أعياد الميلاد لعام 2020، وتلقت بعض المجموعات اللقاح بالفعل. اللقاحات الجديدة مقرفة. فيروسات كورونا المتحورة، كانون الثاني 2021. فيروس كورونا يقول: تذكروا أنني أصبحت أقوى، فقد أصبت العديد بالعدوى في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنني فعلت ذلك مجانا. وصلت نسختي الأقوى، فاحذروا. من المحزن للغاية أن الناس قد طوروا لقاحات فعالة، أصبح تنفيذ مهمتي مستحيلا تماما. أبلوم يقول: توقف، إلى أين تذهب؟ فيروس كورونا يجيب: ما هذه الرائحة الفظيعة؟ حقنة؟ حقنة؟ حقنة فيروس كورونا تقول: تعال واحتضني. فيروس كورونا يرقد مسرعا: ما مصدر هذه الرائحة الكريهة؟ سأغادر الآن. أبلوم يقول: إذا كان هناك ما تتساءلون عنه فتحققوا من الموقع fhi.no. يرى أبلوم أن كاتي تقرأ كتابا. عفوا، ما هذا؟ إنني أميز هذا الكتاب. يقرأ أبلوم الكتاب، قصة فيروس كورونا. أوه، إنه كتابي المفضل.
I be in New York with them gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a 10. Hit my ops just chillin' in the foreign. Then my nigga shoot at the fan. I be in New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a 10. Hit my ops just chillin' in the foreign. Then my nigga shoot at the fan. I said you rip pack, or you could get chit chat. Them poor niggas acting up, so niggas stacked them up. Brazy was acting tough, them niggas slapped them up. So I smoke on top, niggas bad as fuck. 6x6, big bangs on my wrist. If you don't got your nails done, you are not hit. Automatically on the block list. Niggas talking about their guns, but never shot shit. Hands up with a cap on it, all over the chopstick. Bust up that I'm branding, taking niggas shopping. Rich and I'm branching it, cause I don't know who I am. I'm the ginger ale and any day. East up on the crib late. 38 on the block, the nigga won't hesitate. I don't have to get this up, if he was in the way. I wouldn't want to make a shot, but I be in New York with the gangsters. There's no a nigga that'll shoot you for a tandem. My ops just chillin' in the foreign. Then my nigga shootin' up the bandit. In New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a tandem. My ops are chillin' in the foreign. My nigga shootin' up the bandit.